بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع لو باسي كومبوزي. طبعا رأينا في الفقرات السابقة صيغة لو باسي كومبوزي، وقلنا بأن لو باسي كومبوزي عموما يتكون من شقين. الشق الأول يتعلق بلوكسيليار، الشق الثاني يتعلق بلو بارتيسيباسي الخاص بالفعل الذي نريد تصريفه في هذا الزمن. فيما يخص لوكسيليار، طبعا يتعلق الأمر بلوكسيليار أفوار أو لوكسيليار إتر أو بريزون. بمعنى آخر نتكلم عن لو فيرب أفوار أو بريزون أو بيان لو فيرب إتر أو بريزون. قلنا بأن لو فيرب أفوار أو بريزون نقول جي تو يا إل أ نوز أفون فوز أفي إلزون. فيما يخص إتر أو بريزون ماذا نقول؟ نقول جو سوي تو يي إلي نوز سوم فوز إت إلسون. طبعا نحفظ لوكسيليار أفوار أو بريزون ثم نحفظ être au présent. هذا ضروري طبعا لكي نضبط تصريف الافعال au passé composé طبعا. ثم نضيف لو participe passé الخاص بالافعال التي نريد تصريفها في هذا الزمن. عموما اغلب الافعال تصرف مع l'auxiliaire avoir، هذا من جهه. ثم ان اغلب الافعال في اللغه الفرنسيه هي تنتهي ب er، هذا يوفر علينا الحصول على لو participe passé الخاص بالافعال المنتهيه ب er. مثلا لو فيرب بارلي لو بارتيسيب باسي الخاص به هو بارلي. مثلا مونجي لو بارتيسيب باسي الخاص به هو مونجي. مثلا مارشي لو بارتيسيب باسي الخاص به هو مارشي. طبعا تبقى الافعال الاخرى المنتميه للمجموعه الثانيه او المجموعه الثالثه ايضا لها صياغها. نتكلم مثلا على لو فيرب فينير لو بارتيسيب باسي الخاص به مثلا هو فيني. نتكلم مثلا على لو فيرب بروندر مثلا لو بارتيسيب باسي الخاص به هو بخي. مثلا لو فيرب فوندر يعني باع، لو بارتيسيب باسي الخاص به هو فوندي. مثلا بارتير لو بارتيسيب باسي الخاص به هو بارتي. مثلا شوازير لو بارتيسيب باسي الخاص به هو شوازي. مثلا ديسوندر اذا لو بارتيسيب باسي الخاص به هو ديسوندي. فولوار فولي. مثلا لو فيرب اتيندر مثلا لو فيرب اتيندر يعني انك تصل لشيء او تصيب شيئا. لو بارتيسيب باسي الخاص به هو اتى. اذا طبعا بقيه الافعال يمكن البحث عن لو بارتيسيب باسي الخاص بها ومع الوقت طبعا سنتمكن منها. عموما نتكلم هنا عن لوكسيليار افوار او اتر او بريزون ثم لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بالفعل. تبقى هنا واحد السؤال ممكن البعض يطرحه، هاد لو بارتيسيب باسي واش تيصلح لنا فقط في لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب؟ طبعا لا، ممكن اننا نجد هاد لو بارتيسيب باسي الخاص بهذا الفعل، هاد لو بارتيسيب باسي نفسه نجده في لو بلوس كو بارفي. مثلا اذا اخذنا لو فيرب اتيندر اذا ساقول جافي اتان. اذا طبعا المتغير الوحيد هو هاد لوكسيليار، يعني انه سيصرف في لامبارفي. بدل اننا نصرفوا هاد لوكسيليار في البريزون ثم نضيف له لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل فنحصل على لو باسي كومبوزي. اذا للحصول على لو باسي كومبوزي تناخذ لوكسيليار يا افوار يا اتر في البريزون. اش تنضيفوا له؟ تنضيفوا له لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل فنحصل بهاد الجزئين على لو باسي كومبوزي. ولكن هاد لوكسيليار نفسه إلا صرفنا في لامبارفي ثم أضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل نفسه المستعمل في لو باسي كومبوزي سنحصل بهاد الجزئين، سنحصل على لو بلوس كو بارفي. مثلا إذا أخذنا لو فيرب أتيندر ماذا سنقول مثلا في لو باسي كومبوزي؟ سأقول جي أتان، تي أتان، إل أ أتان، نوز أفون أتان، فوز أفي أتان، إلزون أتان. كما تلاحظوا صرفنا لوكسيليار افوار او بريزون، اضفنا له لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل اتيندر، حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل اتيندر. نفس هاد لوكسيليار ساصرفه في لامبارفي مع الحفاظ على لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. هنا عندنا لو فيرب اتيندر، اذا سنحصل على لو بلوس كو بارفي. ساقول جافي اتان، tu avais atteint, il avait atteint, nous avions atteint, vous aviez atteint, ils avaient atteint.
علاش تصلح هاد لو بلوس كو بارفي؟ طبعا كما شرحنا لو بلوس كو بارفي هذا ماضي ايضا كيسبق ماضي اخر. فلنفترض بان عندنا واحد الحدثين وقعوا بجوج في الماضي، واحد فيهم تنعبروا عليه بواحد الفعل او بلوس كو بارفي، واحد من هاد الحدثين عبرنا عليه بواحد الفعل او بلوس كو بارفي. اذا ضمنيا تنعرفوا بان الحدث المعبر عنه بالفعل اللي هو او بلوس كو بارفي تنعرفوا بانه هو اللي حدث الاول، تنعرفوا ضمنيا بانه هو اللي حدث وهو اللي وقع اولا، ثم عاد جا الماضي الاخر، ثم بعده اتى الفعل الموالي في الماضي. الان خضينا لوكسيليار او بريزون، زدنا ليه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، حصلنا على لو باسي كومبوزي. ثم راينا قبل قليل هاد لوكسيليار صرفناه في لامبارفي، اضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، حصلنا على لو بلوس كو بارفي. نفس هاد لوكسيليار الا صرفناه في لو فيتور سامبل، مثلا افوار ساقول ماذا، جوري، تي اورا، ايل اورا، نو زورون، فو زوري، ايل زورون. نفس الصرف اذا اضفنا له نفس لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل سنحصل على لو فيتور انتيريور، سنحصل على لو فيتور انتيريور. نفس هاد لو بارتيسيباسي اذا اسبقناه بهاد لوكسيليا ولكن في زمن اخر، مثلا لو باسي سامبل، سنحصل على لو باسي انتيريور، سنحصل على لو باسي انتيريور. طبعا نتكلم هنا عن الازمنه المركبه، اذا هاد الازمنه التي ذكرنا الان كلها ازمنه مركبه تتركب من لوكسيليا مصرف واحد الزمان ما، يا بريزون يا فيتور او باسي سامبل او لامبارفي، ثم نضيف له نفس هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل فنحصل على زمن اخر مركب. اذا هذه غير فكره عامه على هاد لو بارتيسيباسي، راه ممكن نستعملوه في ازمنه اخرى، ولكن اللي غيتغير هو زمان تصريف هاد لوكسيليار. اللي غيتغير هنا هو زمان تصريف هاد لوكسيليار. الى خدينا هاد لوكسيليار افوار او اتر صرفناه في البريزون، اضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، غنحصلوا على لو باسي كومبوزي. الى خدينا هاد لوكسيليار صرفناه في لامبارفي، اضفنا له نفس لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، غنحصلوا على لو بلوس كو بارفي الخاص بالفعل. الى خدينا هاد لوكسيليار صرفناه في لو فيتور سامبل، اضفنا له هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، سنحصل على لو فيتور انتيريور الخاص بالفعل. الى خدينا لوكسيليار صرفناه في لو باسي سامبل، اضفنا له نفس هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، سنحصل على لو باسي انتيريور. وهكذا تناخذوا هاد لوكسيليار تنصرفوا في واحد الزمن بسيط. ما معنى زمن بسيط؟ ما تيكونش مركب من لوكسيليار ومن لو بارتيسيباسي بحال اللي في لو باسي كومبوزي. الى خدينا هاد لوكسيليار وصرفناه في زمن بسيط لو طون سامبل، اذا نتكلم عن زمن بسيط، الى خدينا هاد لوكسيليار ثم صرفناه في واحد الزمن بسيط ثم اضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، غنحصلوا على واحد الزمن مركب. نرجعوا للزمن البسيط، زمن بسيط بحال اش؟ بحال لو بريزون دو لانديكاتيف. الى خدينا مثلا لو باسي كومبوزي، طبعا لو باسي كومبوزي تيتكون من لوكسيليار او بريزون. الى خدينا لو باسي كومبوزي مثلا كما راينا، اذا مناش يتكون؟ تيتكون من لوكسيليار او بريزون. اذا تنشوفوا بان لوكسيليار مصرف واحد الزمان بسيط اللي هو لو بريزون دو لانديكاتيف. ماذا نضيف له؟ نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل الذي نريد تصريفه في لو باسي كومبوزي. اذا عندنا لوكسيليار او بريزون، ثم عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، فنحصل على لو باسي كومبوزي. بحالاش عاوتاني هاد لو طون سامبل بحال لامبارفي؟ طبعا لامبارفي دو لانديكاتيف ايضا هذا زمان بسيط، طبعا لي تيرمينيزون ديالو معروفه، تنزيدو ا اي اس، ا اي اس، ا اي تي، اي او ان اس، اي او زد، ا اي او ان تي، هادو لي تيرمينيزون الخاصين بلامبارفي. الافعال اللي تتصرف لامبارفي تتاخد هاد لي تيرمينيزون. اذا الى خدينا هاد لوكسيليار افوار او اتر
وصرفناه في لامبارفي، ثم اضفنا له نفس هاد لو بارتيسي باسي اللي استعملناه في لو باسي كومبوزي، غنحصلوا على لو بليس كو بارفي الى اخره. لو باسي سامبل دو لانديكاتيف هذا ايضا ستانتون سامبل، كما تلاحظوا الاسم ديالو سميتو لو باسي سامبل، اذا نتكلم على الماضي البسيط. اذا نتكلم هنا على لو باسي سامبل دو لانديكاتيف، اذا الفعل يكون مركب من عنصرين واحد لا نضيف له مساعد. طبعا لو باسي سامبل دو لانديكاتيف له صيغه في الصرف. لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف ايضا هذا ستانتون سامبل، هو زمان بسيط لانه يتركب فقط من عنصر واحد، الفعل يصرف لوحده وياخذ نهايات معينه. ايضا لو كونديسيونيل بريزون هذا ستانتون سامبل، هو زمان بسيط. لامبيراتيف بريزون ايضا هو زمان بسيط. اذا عموما ناخذ لوكسيليير افوار او اتر، تناخذوه في واحد الزمان بسيط ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل فنحصل على زمان اخر. عموما ناخذ لوكسيليير افوار او اتر في زمان بسيط ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل فنحصل على زمان مركب لهذا الفعل، مثلا كما قلنا لو باسي كومبوزي، مثلا لو بلوس كو بارفي، مثلا لو فيتور انتيريور، مثلا لو باسي انتيريور الى اخره. نعود الان الى لو باسي كومبوزي الذي هو موضوع حديثنا. اذا كومبليت لي فراس سويفونت افيك لي برونو بيرسونيل سوجي كي كونفيان. اذا كما قلنا الان بان لي برونو بيرسونيل سوجي، اذا نتكلم هنا عن الضمائر الشخصيه ولكن التي تاتي في محل الفاعل. إذا قلت مثلا جو لوي دي يعني أنا قلت له. إذا جو هذا ستان برونو بيرسونيل، لوي هذا ستان برونو بيرسونيل، أنا قلت له. إذا الضميرين يعوضان شخصين. إذا طبعا هاد جو هو الذي قال، إذا جو لوي دي، ثم هاد لوي هو الذي تلقى هاد القول، إذا جو هو الفاعل. إذا نتكلم هنا عن برونو بيرسونيل سوجي. إذا لو برونون بيرسونيل سوجي هنا هو جو. إذا في الجمل الموالية سنبحث عن هاد لي برونون بيرسونيل سوجي الموافقة لها. طبعا كما نرى هنا عندنا سينو برونون لا بخوميييغ فخاز، نو زافون افي اوبليي فوتر ستيلو سور لو بيرو. افي شناهو الضمير اللي غنوضعو هنا اللي غيقوم بالفعل ليكون متوافقا؟ كلمة افي كما نرى هاد الكلمة في الحقيقة لا نجدها إلا مع فو، وهي تخص تصريف لو فيرب افوار أو بريزون مع فو. ألوغ كيلي لو برونون بيرسونيل سوجي كونفونابل بور سيت فراز؟ إذا ما هو لو برونون بيرسونيل سوجي؟ ما هو الضمير الشخصي الفاعل كما لو نقول الملائم لهذه الجملة؟ ألوغ كيلي لو برونون بيرسونيل سوجي كونفونابل بور سيت فراز؟ إذا ما هو الضمير الشخصي كما نقول الفاعل الملائم لهذه الجملة؟ alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme pronom personnel sujet pour cette phrase؟ on a avait oublié votre stylo sur le bureau. bien sûr le pronom personnel sujet convenable c'est vous، c'est vous. طبعا الضمير الشخصي الفاعل الملائم لهذه الجملة هو vous. لماذا؟ كما نلاحظ عندنا avait هذه صيغة ل لو فيرب افوار، لفعل افوار او بريزون ولكن مع فو. هاد الكلمة بهذا الشكل متى تكون إلا لفعل افوار او بريزون ولكن مع فو؟ تنصرفو لو فيرب افوار في البريزون ولكن تنمشو مباشرة لفو فنحصل على افي. إذا نقول فوزافي. طبعا عندنا فوزافي، إذا هذا لو فيرب افوار او بريزون مع فو. طبعا نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اوبليي يعني ناسيه فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل اوبليي. اذا فنحصل على الماضي المركب لفعل اوبليي، اذا فعل ناسيه. ماذا نقول؟ فوزافي اوبليي، فوزافي اوبليي فوتر ستيلو سور لو بيرو، انتم نسيتم قلمكم فوق المكتب. فوزافي اوبليي فوتر ستيلو سور لو بيرو. طبعا كما نلاحظ عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اوبليي ممكن اننا نصرف امامه لو فيرب افوار في البريزون فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل اوبليي. اقول
J'ai oublié. Tu as oublié. Il a oublié. Nous avons oublié. Vous avez oublié. Comme عندنا هنا. Ils ont oublié. يعني هم نسوا. Ils ont oublié leur stylo sur le bureau. بقية الجملة تتغير تبعا لهذا الضمير. طبعا عندما نقول tu as oublié. طبعا سنقول tu as oublié ton stylo sur le bureau. أنت نسيت أو أنت نسيتي قلمك أو قلمك فوق المكتب. عندما نقول il a oublié طبعا سنقول il a oublié son stylo sur le bureau. هو نسي قلمه فوق المكتب. طبعا عندما نقول nous avons oublié نحن نسينا طبعا سنكمل بما يتوافق مع هذه البداية. سنقول nous avons oublié notre stylo sur le bureau. نحن نسينا قلمنا فوق المكتب. أو نقول nous avons oublié nos stylos sur le bureau. نحن نسينا أقلامنا فوق المكتب. إذن notre stylo يعني قلمنا قلم واحد يعود لنا نحن جميعا. أو nos stylos هنا نتكلم عن الأقلام بصفة الجمع. إذن نتكلم عن أقلامنا. إذن ممكن أننا نقول nous avons oublié nos stylos sur le bureau. نحن نسينا أقلامنا فوق المكتب. أو نقول nous avons oublié notre stylo sur le bureau. كما عندنا هنا vous avez oublié votre stylo sur le bureau. أنتم نسيتم قلمكم فوق المكتب. وممكن بنفس الطريقة نقول vous avez oublié vos stylos sur le bureau. أنتم نسيتم أقلامكم. أنتم نسيتم أقلامكم. إذن ممكن نتكلم عن الأقلام بصفة الجمع. هنا عندنا قلم واحد يعود لكم أنتم. ممكن أنك تكون شخص واحد فأقول vous avez oublié أنتم نسيتم. أقولها فقط بصيغة الاحترام. إذن أتكلم مع شخص واحد فأقول له vous avez oublié أنتم نسيتم. vous avez oublié votre stylo sur le bureau. سيدي أنتم نسيتم قلمكم فوق المكتب. إذن ممكن أتكلم مع شخص واحد أنني أقول جملة بصيغة الاحترام. إذن فأقول له vous avez oublié votre stylo sur le bureau. أنتم سيدي نسيتم قلمكم فوق المكتب. أو أتكلم مع مجموعة أشخاص فأقول لهم vous avez oublié votre stylo sur le bureau. أنتم نسيتم قلمكم. طبعا نتكلم هنا عن قلم واحد يعود لكم أنتم جميعا. sur le bureau نسيتم قلمكم فوق المكتب. إذا كنتم مجموعة أشخاص لكل واحد منكم قلم سأقول vous avez oublié vos stylos sur le bureau. أنتم نسيتم أقلامكم فوق المكتب. إذن فقط لنفهم الفرق. ثم عندنا son rentré tôt hier soir. son rentré tôt hier soir. son rentré tôt hier soir. كما تلاحظ هنا عندنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل رونتخي. إذن كما نلاحظ عندنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل رونتخي مسبوق بالصون. طبعا هاد الصون متى تكون إلا لو فيرب إتر في البريزون مع إيل أو إل بإس. نتكلم عن إيل أفيك إس نتكلم عنهم يعني هم. طبعا إيل بدون إس هذه نستعملها للمفرد الغائب نقول هو. هاد الصون أيضا تأتي مع آل avec S. نتكلم عنهن هذا تصريف فعل أتر أو بريزون مع إيل avec S أو بيان آل avec S. ثم بعده كما قلنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل غونتخي. إذا ماذا سنقول ليكون عندنا في النهاية لو باسي كومبوزي الخاص بفعل غونتخي؟ هل سنقول إيل سون يعني هم؟ هل سنقول ils sont rentrés tôt hier soir يعني هم دخلوا باكرا بالأمس مساء؟ أم نقول elles sont rentrés tôt hier soir؟ أم نقول بأنهن دخلن باكرا بالأمس مساء؟ بالأمس مساء ماذا سنقول؟ طبعا كما قلنا فيما سبق عندما يكون عندنا لو بارتيسيباسي مسبوقا بالأوكسيليار أفواغ طبعا في الجمع ولا في التأنيث لا يتأثر هذا لو بارتيسيباسي بهذا لو سوجي. كما قلنا فيما سابق بأن الفعل ملي تتصرف في لو باسي كومبوزي يعني هناك حالتين
يا اما انه تيجي بلو بارتيسيباسي ديالو مسبوق بلوكسيليغ افواغ او ياتي مسبوقا بلوكسيليغ اتر. كما قلنا ايضا بان هاد لو بارتيسيباسي اذا كان مسبوقا بلوكسيليغ افواغ هاد لو بارتيسيباسي لا يتاثر بهاد لو سوجي، لا يتاثر بالفاعل. اما اذا كان الفعل يستلزم ان يصرف مع لوكسيليغ اتر، اذا غيولي عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل مسبوق بلوكسيليغ اتر. فهاد الحاله لو بارتيسيباسي تتاثر بلو سوجي، تتاثر بالفاعل، سواء كان عندنا ضمير او كان عندنا اسم مذكور بدل هاد الضمير. اذا كان لو بارتيسيباسي مسبوقا بلوكسيليغ اتر، اذا فهو سيتاثر حتما بهاد لو سوجي، سيتاثر بالفاعل. اذا كان جمع تنضيف اس، واذا كان مؤنثا نضيف ا. هاد الجمله عندنا سون، اذا اكيد سنضع يا ايل افيك اس او ال افيك اس. من الذي يحدد لنا ايهما سنضع؟ طبعا هو هاد لو بارتيسيباسي الذي ياتي بعد الصون. نتكلم هنا عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل رونتخي، نتكلم هنا عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل رونتخي. طبعا رونتخي مثله مثل اونتخي، يعني دخل. اذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل رونتخي هو رونتخي، يعني انه منتهي بار او اكسون ايغي. اذا هذا هو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل رونتخي. اذا طبعا كما نلاحظ باننا اضفنا او، وهذا يعني بان لو سوجي افيمينا، يعني ان الفاعل مؤنث. ثم اضفنا اس، وهذا يعني بان لو سوجي اتو بلوريال، يعني ان الفاعل في الجمع. وبالتالي سنتكلم هنا عن مؤنث في الجمع، سنتكلم عن فاعلين مؤنث لكنه جمع. اكيد هنا سنضع ال افيك اس. فلنفترض باننا سنحذف هاد او، فلنفترض رونتخي افيك او اكسون ايغي اس بدون هاد او، بدون هاد او الموجوده بين او اكسون ايغي وبين اس. اذا ماذا سنضع هنا؟ اكيد سنضع ايل افيك اس، سنقول ايل سون رونتخي تو هيغ سوار، هم دخلوا باكرا بالامس مساء. الكتابه التي عندنا هنا تتطلب ان نضع ال افيك اس، سنقول ال سون رونتخي تو هيغ سوار، سنقول ال سون رونتخي تو هيغ سوار، يعني هن دخلن باكرا بالامس مساء. نو باسون ا لا ترويزيام فراز، نمر الى الجمله الثالثه. قلنا اي بوي رونكونتري راشيد او سوبر مارشي، كيس كون فا متر كون برونو بيرسونيل سوجي، ماذا سنضع هنا كضمير شخصي فاعل؟ بيان سور اون فا متر جو، اون فا متر تو سامبلومون جي ابوستروف، اون نورا جي رونكونتري راشيد او سوبر مارشي، انا التقيت راشيد بالسوق. جي رونكونتري راشيد او سوبر مارشي. طبعا عندنا هاد اي لو فيرب افواغ او بريزون، نقول جي تويا إل أ نوزافون فوزافي إيلزون، هذا لو فيرب افواغ او بريزون. طبعا كما نلاحظ بأن لو فيرب افواغ جا بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل رونكونتري، فأصبح عندنا في المجموع لو باسي كومبوزي دو فيرب رونكونتري افيك جو، ولكن مع جو. طبعا مع الضمائر الأخرى يتغير، نقول j'ai rencontré، tu as rencontré، il a rencontré، nous avons rencontré، vous avez rencontré، ils ont rencontré. طبعا الذي سيتغير هنا هو هذا لوكسيليغ افواغ، اما لو بارتيسيباسي الخاص بفعل رونكونتري فهو سيبقى يتردد مع كل الضمائر. نذكر هنا فقط بان هذا افواغ هو اللي تفيد لنا الملكيه ملي تيكون بعد منه اسم، ماشي بارتيسيباسي كما عندنا هنا الخاص بفعل ما. اذا عندما اقول جي ان ستيلو، يعني انا عندي قلم، جي رونكونتري انا التقيت، فوزافي دي كيي انتم عندكم دفاتر، فوزافي اوبليي انتم نسيتم. فلنلاحظ الدور الذي يقوم به هاد لو فيرب افواغ. هنا تنتكلم على لو فيرب افواغ كوم اوكسيليار، كمساعد، تنوضع بعد منه
لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل باش نحصلوا على لو باسي كومبوزي او لو بلوس كو بارفي او لو فيتور انتيريور ديال واحد الفعل معين. اذا كما قلنا مثلا فوزافي دي ليفر، انتم عندكم كتب. فوزافي اوبلي، انتم نسيتم. ثم ان هاد افوار ممكن تصريفه في ازمنه اخرى. اذا صرفنا مثلا هاد لوكسيليار افوار فلان بارفي مثلا فوزافي دي ليفر، يعني انتم كان لكم كتب في الماضي. فوزافي دي ليفر يعني انتم كان لكم كتب. اذا كما تلاحظوا عندنا فوزافي ماشي فوزافي، فوزافي تنصرفوا هاد افوار فلان بارفي مع فو نقول فوزافي، تصبح عندنا المعنى بانه كان لكم كتب في الماضي. اما اذا قلنا فوزافي اوبلي، اذا هنا نحصل على لو بلوس كو بارفي الخاص بفعل اوبلي. عندما اقول جي رونكونتري يعني انا التقيت. عندما اقول جي دي بروبليم يعني انا عندي مشاكل. عندما اقول جافي دي بروبليم اذا صرفت هنا لو فيرب افوار على امبارفي. جافي دي بروبليم يعني انه كان عندي في الماضي مشاكل. جي دي بروبليم يعني انني امتلك مشاكل الان. اذا اون فا ماتر جي رونكونتري راشيد او سوبر مارشي، يعني انا التقيت راشيد بالسوق. بور لا كاتريام فراز اون سوم الي او سينما ديمونش ديرنيي. سوم الي او سينما ديمونش ديرنيي. اذا كيس كون فا ماتر كون برونو بيرسونيل سوجي. بيان سور اون فا ماتر نو. On va dire nous sommes allés au cinéma dimanche dernier. إذا نحن ذهبنا إلى السينما الأحد الأخير. علاش؟ لأن هاد الصوم متى تكون إلا الفعل لو فيرب إتر ولكن أو بريزون أفيك نو. كيس كون دي؟ جو سوي تي إلي نو صوم فوزات إل صوم. هاد الصوم متى تكون إلا مع نو. طيب هاد الحال لي فعل إتر في البريزون. Nous sommes allés au cinéma dimanche dernier. نحن ذهبنا، طبعا عندنا لو فيرب اللي او باسي كومبوزي. ماذا نقول؟ طبعا نصرف لو فيرب اتر او بريزون ثم نضيف عليه لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل اللي. اذا اقول جو سوي اللي، تي اللي، إلي اللي، Nous sommes اللي، Vous êtes اللي، Ils sont اللي، يعني هم ذهبوا. كما نلاحظ هنا عندنا صوم، ننظر إلى الصوم فنعرف مباشرة بأن الضمير الموافق له هو نو. تبقى هاد آلي كما تلاحظوا عندنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل آلي هو آلي. طبعا أضفنا هنا أكيد بأن المتكلمات هم إناث. عندنا بنات أو نساء يقولن ماذا؟ يقولن نحن ذهبنا. هنا المتكلمات نساء وليس رجال، لذلك أضفنا أ للتأنيث ثم أضفنا أس للجمع. إذا nous sommes allés au cinéma dimanche dernier. طبعا إذا حذفنا أ يصبح المعنى هنا بأن المتكلمين رجال. إذا يقولون nous sommes allés ولكن بدون هاد أ. تبقى عندنا أ أكسون إيغي ثم أس. nous sommes allés au cinéma ديمونج ديرني. رجال هنا يتكلمون، نحن ذهبنا إلى السينما ديمونج ديرني الأحد الماضي. ثم عندنا سون بارتي على الشاس لا سومين ديرنيير. إذا كما نرى عندنا سون، إذا أكيد سنضع يا إيل أفيك أس أو إل أفيك أس، لأن كلمة سون بهذا الشكل لا تأتي إلا في صرف إتر في البريزون مع إيل افيك اس او إل افيك اس. اما اون كما عندنا في الجملة الموالية، هاد اون بهذا الشكل لا تأتي إلا لأفوار في البريزون مع إيل افيك اس او إل افيك اس. إذا نعود للجملة، عندنا سون بارتي على شاس لا سومين ديرنيير. إذا سون بارتي، إذا عندنا سون ثم عندنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل بارتير اللي هو بارتي على شاس الى الصيد لا سومين ديرنيير.
إذن أكيد سنضع يا إيل أفك أس أو إل أفك أس للحصول على هذا الصون. ثم نذهب إلى لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتير، فنرى بأننا أضفنا فقط أس. لماذا؟ لأن لو فيرب بارتير مصرف مع إتر. إذن أخذنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتير اللي هو بارتي تي إي على فان، ثم نسبقه بلو فيرب إتر أو بريزون. إذن مع إيل أفك أس ماذا سنقول؟ سنقول إيل سون بارتي. طبعا سنضيف أس الخاصة بالجمع. أما إذا كنا نتكلم عن إل سون بارتي، يعني هن ذهبنا على الشاص إلى الصيد، إذن طبعا سنضيف أ أس، سنكتب تي إي أ أس، هذا في حالة التأنيث والجمع. إذن هنا سنضع إل سون بارتي على الشاص. لا سومين ديغنييغ، يعني هم ذهبوا إلى الصيد الأسبوع الأخير كما عندنا هنا، المقصود الأسبوع الماضي. ثم عندنا on descendu un grand meuble d'or، عندنا on descendu، طبعا كما قلنا بأن on بهذا الشكل لا تكون إلا لفعل avoir au présent، ولكن مع il avec s أو bien avec elle avec s. إذن ماذا سنضع هنا؟ ممكن في الحالتين ما دام أن لو فيرب descendre يصرف مع avoir، نحصل أولا على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل descendre اللي هو descendu كما نرى، ثم نسبقه بلوكسيليير. في هذه الحالة سنضع لوكسيليير avoir حسب المعنى. هنا سنتكلم عن هاد الأشخاص بأنهم هم أنزلوا، نتكلم عن لو فيرب descendre يعني نزل أو أنزل، هنا هم أنزلوا. إذن ما دام أنهم أنزلوا شيئا سنصرف لو فيرب descendre avec l'auxiliaire avoir، وما دام أن فعل descendre اللي هو فعل أنزل أنه سيصرف هنا مع avoir، طبعا في هذه الحالة لن يكون هناك التوفيق، المقصود تأثير بين هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل descendre وبين لو سيجي اللي هو il avec s أو il avec s. إذن هنا الضميرين صحيحين ما دام أن لو بارتيسيباسي مسبوق بهاد أون، مسبوق بلوكسيليير أفوار، سواء كان هاد لو سيجي، سواء كان هاد الفاعل مؤنث أو مفرد أو جمع أو مذكر، فهاد ديسوندي ستبقى نفسها ما دام أن لو فيرب ديسوندا مصرف مع أفوار. إذن أقول مثلا جي ديسوندي أن غرو موبل دور، يعني أنا أنزلت أتاتا ضخما خارجا، المقصود خارج المنزل مثلا. جي ديسوندي أن غرو موبل دور، يعني أنا أنزلت أتاتا ضخما خارجا إلى الخارج كما لو نقول. هاد ديسوندي ستبقى نفسها عندما أصرف أفواغ مع جو، سأقول جي ديسوندي أن غرو موبل دور، أنا أنزلت أتاتا سواء كان كرسي أو خزانة طاولة أو مائدة. إذا نقول مابل جي ديسوندي أن غرو موبل دور، يعني أنا أنزلت أتاتا ضخما إلى الخارج، إلى خارج المنزل مثلا. تيا ديسوندي، إذا هنا صرفت avoir مع tu، أقول tu as descendu un grand meuble d'or، يعني أنت أو أنت أنزلت أو أنزلتي أتاتا ضخما، يعني خارج المنزل مثلا، خارج القسم أو خارج أي مكان. il a descendu un grand meuble d'or، يعني هو أنزل أتاتا ضخما للخارج. أو elle a descendu un grand meuble d'or، يعني هي أنزلت أتاتا ضخما خارج مكان ما. إذن يبقى هاد descendu نفسه يتكرر. أقول مثلا nous avons descendu، نحن أنزلنا un grand meuble d'or، بنفس الطريقة بنفس المعنى، نحن أنزلنا أتاتا ضخما إلى الخارج. vous avez descendu un grand meuble d'or، أنتم أنزلتم أتاتا ضخما للخارج. ils ont descendu un grand meuble d'or، يعني هم أنزلوا
حتى تنضخم للخارج elles ont descendu un grand meuble d'or هن أنزلن أتاة ضخما للخارج لخارج القسم لخارج المنزل لخارج بيتنما إذا نتكلم عن دار إذا كما نلاحظ بأن ديسوندي تبقى نفسها لا تتأثر ممكن أن نضع إل أفك إس أو بيان إل أفك إس إذا سأقول إلز أون ديسوندي أن غرو موبل دور أو بيان إلز أون ديسوندي أن غرو موبل دور لنفترض بأننا سنستعمل هذا الفيرب descendre مع الأوكسيليار être إذا سأقول je suis descendu أنا نزلت ولم أنزل أتاة ضخما كما عندنا هنا je suis descendu يعني أنا نزلت بنفسي إذا عندما أصرف الفيرب descendre مع être باش يعطينا هذا المعنى هنا تبدأ يتأثر هذا لو بارتيسيب باسي مع هاد لو سوجي مع الفاعل اذا كنت انا امراه مثلا وقلت جو سوي ديسوندي طبعا ساضيف اذا قلت توي ديسوندي يعني انت نزلت ولكن اذا اردت القول انت نزلتي ساضيف لماذا لان لو فيرب ديسوند هنا بطبيعه الحال متمثل بهد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسوندر اللي هو ديسوندي هذا سيتأثر بهاد لو سيجي إلا كان مؤنث نضيف أ إلا كان جمع نضيف أس كان مذكر نحذف أ كان مفرد نحذف أس إذن عندما أقول مثلا نو سوم ديسوندي نحن نزلنا هنا كاين حالتين إذا كنا نحن ذكور سنضيف أس لهاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسوندر اما اذا كنا اناث سنضيف اس سنضيف ا الخاص بالتانيث ثم نضيف اس الخاص بالجمع ثم نذهب الى كونجيغ او باسي كومبوزي لي فيرب كونجيغ او باسي كومبوزي لي فيرب صرف الباسي كومبوزي الافعال التاليه المقصود صرف الافعال التاليه او باسي كومبوزي كونجيغ او باسي كومبوزي لي فيرب إذا صرف في الماضي المركب الأفعال المقصود الأفعال التالية إذا عندنا جو ثم عندنا أوفغيغ لو روبيني بوغ مو لافي أنا ثم عندنا فعل فاتحة لو روبيني يعني الصنبور بوغ مو لافي لأغسل نفسي هنا طبعا عندنا لو فيرب سو لافي يعني أنك تغسل نفسك وليس لو فيرب لافي لو فيرب لافي يعني أنك أنت تغسل شيئا آخر الفعل هنا صادر منك وإليك إذن هنا نتكلم عن لو فيرب سو لافي جو أوفغيغ ثم عندنا لو روبيني بوغ مو لافي ماذا سنقول طبعا سنبحث أولا عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أوفغيغ أولا سأبحث عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أوفغيغ فتح لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أوفغيغ هو أوفير هو أوفير طبعا أنا الذي سأفتح شيئا هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اوفغيغ ساضعه مع لوكسيليغ افوار ساقول جي اوفير لو روبيني بور مو لافي يعني انا فتحت الصنبور لاغسل نفسي لاغسل يدي او رجلي الى اخره بور مو لافي لاغسل نفسي ثم عندنا مون فخير لو فير فولوار اوسي فير سا تواليت اذا عندنا مون فخير اخي vouloir هذا فعل أراد aussi يعني أيضا faire sa toilette يعني أنه يزين نفسه طبعا هنا يجب التمييز بين كلمة toilette التي تأتي جمعا وتعني المراحيض نقول لي toilette إذا لجأت هذه الكلمة جمع فالمقصود بها المراحيض ولكن لجأت مفردة بحال اللي عندنا هنا خاصة إلى جات فهاد الصيغة نقول مثلا je fais ma toilette يعني أنا أزين نفسي أمشط أغسل أضع ثياب ما إذا نتكلم عن faire sa toilette هنا عندنا mon frère vouloir إذا عندنا mon frère يعني أخي ثم عندنا le verbe vouloir يعني فعل أراد aussi faire sa toilette إذا ماذا سنقول هنا أولا سنبحث عن le participe الخاص بفعل vouloir سنبحث عن le participe الخاص بفعل vouloir
لوا فولي لوا فولي. إذا سنقول هنا مون فخير أ فولي يعني أخي أراد في الماضي. أوسي فيغ سا تواليت أخي هو أيضا أراد في الماضي. أخي أيضا أراد أن يغسل أو يزين نفسه. إذا نقول فيغ سا تواليت. هنا سنقول مون فخير أ فولي أوسي فيغ سا تواليت يعني أخي أراد أيضا أن يغسل أو يزين نفسه. ثم عندنا جو et l'apostrophe, puis on a le verbe aider. ثم عندنا فعل ساعد. ثم عندنا je, يعني أنا. ثم le verbe aider. ثم عندنا et l'apostrophe. Aider, يعني ساعد, à monter sur un tabouret. Pour atteindre le robinet. À monter, يعني للصعود. À monter. هاد اللي عندنا هنا ماشي ديال avoir. عندنا A avec accent grave. كاين فوق منه واحد العلامة. إذن أمونتي للصعود سور أن طابوري بوغ أتاندر لو روبيني. طابوري المقصود به كرسي بدون ذراعين ولا ظهر. إذا نتكلم هنا عن كرسي بدون ذراعين وبدون ظهر يسمى طابوري. المقصود هنا بأنني ساعدته للصعود على هذا الكرسي ليصل إلى الصنبور. جو إلى بوستخوف أدي أمونتي سور أن طابوري pour atteindre le robinet. إذن المقصود هنا بأنني ساعدته للصعود فوق الكرسي الذي لا ظهر له ولا ذراعين pour atteindre للوصول le robinet. كما لو نقول هنا لوصول الصنبور المقصود للوصول إلى الصنبور. إذن ماذا سنقول هنا؟ طبعا سنبحث عن le participation الخاص بفعل أدي. طبعا le verbe أدي كما نرى ينتهي بـ أه. إذن سنحذف أه ثم نضع accent aigu. إذا سنقول ماذا؟ جو لا أدي. في الأصل نقول جي. جي أدي. يعني أنا ساعدته. جي أدي مون فخير أ مونتي سوغ أن طابوري بوغ أتاندر لو روبيني. أنا ساعدت أخي للصعود فوق الكرسي للوصول إلى الصنبور. جي أدي مون فخير أ مونتي سوغ أن طابوري بوغ أتاندر لو روبيني. إذا طبعا لكي لا نعيد مون فخير عوضناه بهاد الأبوستخوف. ماذا سنقول هنا؟ Je l'ai aidé. طبعا الابوستروف ستأتي قبل هاد اي الخاصة بلوكسيليا avoir. إذن je l'ai aidé à monter sur un tabouret pour atteindre le robinet. لوصول الصنبور المقصود للوصول إلى الصنبور. ثم عندنا le verbe glisser. Glisser يعني تزحلق. Et entraîner. المقصود بأنه جرى le lavabo dans sa chute. يعني أنه جر المغسلة في سقوطه. المقصود عند سقوطه ما إيل ولكن إيل ولكن هو. ثم عندنا لو فيرب غليسي عندنا فعل تزحلق أي هو. إذن المقصود أنه تزحلق أي هو. أونتخيني المقصود بأنه جر. ثم جر ماذا؟ لو لافابو يعني أنه جر المغسلة دون سا شيت في سقوطه عند سقوطه. إذا ماذا سنقول هنا؟ طبعا سنبحث عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غليسي ثم نسبقه بلوكسيليا افواغ. لو فيرب غليسي تتصرف مع لوكسيليا افواغ. طبعا ممكن أنه يأتي ببعض الخلط. طبعا هو الذي تزحلق ولكن المتعود عليه أن لو فيرب غليسي يصرف مع لوكسيليا افواغ. سنقول ما إيل أ غليسي ولكن هو تزحلق. إي أ أونتخيني وجر إي أ أونتخيني لو لافابو دون سا شيت. ثم أنه جر المغسلة في سقوطه المقصود عند سقوطه. إذا عموما سأقول جو لا أدي أ مونتي سور أن طابوري بوغ أتاندر لو روبيني. ما إيل أ غليسي إي أ أونتخيني إي أ أونتخيني المقصود إيل أ أونتخيني. طبعا حنا مبغيناش نعاودو هاد إيل. إيل أ أونتخيني هذا هو المقصود بهاد إي أ أونتخيني وجر إي أ أونتخيني لو لافابو دون سا شيت وجر المغسلة في سقوطه وجر المغسلة عند سقوطه. إذا نلتقي في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.